الحلقة الماضية عشنا مع طارق الشخص الكابتن والبطل العالمي تمرين البطان وتحديداً السحب الأمامي لهذه العضلة. علمنا بعض الأمور، تكلم عن التكنيك، عن الأوزان، عن الجداول، عن عدد الجولات، المرات، الأمور كلها الخاصة بهذه العضلة. الحلقة هذه بصراحة ماني عارف شو تمريننا. بعد شوي بعد الفاصل بكون مع طارق وبشوف طارق بيفاجئني بشنو، شنو التمرين اللي يبيه وليش وش حقه وشنو سلبياته وشنو إيجابياته، شنو الأمور اللي ممكن تصير للاعب إذا تعور أو ما تعور أو التمرن صح. تابعونا بعد الفاصل وبرنامج مستر مصل. تعالوا يا جماعة، ترى خيانة. بدأ تمرين مع خالد حسين قبل أنا أي أصور معه، فبصراحة أنا زعلان. لا ما زين، انطرنا شوي. انا شفتك جاي من بعيد. زين شوي تبلش. هذه اي جوله؟ هذه الثانيه. زين شنو الجهاز في التمرين؟ ايش السالفه؟ لاني ماني عارف. هذا الجهاز بيطان، راح يصير سحب بالطريقه هذه. خالد اسحب. هذا نفس السحب وانا قاعد، يعني نفس الفكره ولا اختلف؟ تقريبا يقريب هم من داخل راح ينتقل العضله الداخليه. ايه داخل. احنا دائما اللاعبين الحديد نقول شجره كريسمس. ايه صايره مثلثه. أيوة شوي. هذه الشغل العضله الداخليه هذه. إيه. عشان حتى وقت البطولات، وقت التنشيف حتى تتحفر عنده داخل. تبين شيء واضحه وبازله برا مرسومه. الطريقه التمرين تكنيك، ما يكون إيه. سريع، يكون بطيء. يعني واحد اثنين كمل سيده. يعني لما يسحب السحب اللي هو عكسي. إيه. واحد اثنين يرجع فيها. واحد اثنين يرجع. شنو شعورك الحين خالد؟ الله يعينك. الله يعينك. الوضعية الأخيرة، الوضعية السابعة، هي وضعية المعدة والأفخاذ. أول شيء تشد ريلك، بعدها تشد المعدة بالطريقة هذه. طبعا اغلب الاغلاط اللي قاعد تصير ان الناس يشد معدته، اللاعبين عفوا يشد معدته وينسى يشد ريله. يا اخي ريله. دائما في ناس انا اشوفهم يلعبون التمرين هذا، ممكن يصعد الكرسي، ينزل الكرسي. حلو. انت الكرسي، انت تتحكم بالكرسي وين تبي تلعب. لما تيجي تقعد احنا دائما، يعني انا احطه على مثلا ليفل 3. انا دائما اشوف ان ليفل 3 مناسب لطولي. انا مناسب حق اطوالنا اللي قال. نعم. في ناس تنزل وايد. انت اذا نزلت وايد ما راح تشغل العضله الخلفيه، راح تشغل فوق. احنا بنشغل العضله الخلفيه. نعم. كل ما تصعد فوق راح تشغل العضله السفليه اللي تحت. فيعني انت تفضل انه يكون على طول اللاعب مثلا على طول اذا واحد هالطوله، اذا واحد أربعة طويل، يعني أربعة خمسة بالمستوى هذا. هذا شلون يعرف؟ مثلا احنا مثلا موجود بنادي بتمرن. إيه؟ ماكو مدرب. شلون اعرف الزاويه الصح اللي انا بلعب فيها؟ هو من يقعد ويجرب التمرين. إيه؟ راح يحس فيها، راح يحس انه يشتغل فوق او يشتغل تحت. يحس وين بالضبط اذا قلنا العضله؟ يعني اذا احنا بالمنطقه هذه. إيه؟ اذا كان الكرسي وايد نازل راح يشغل المنطقه هذه. هذه فوق. فانت اللي تبي المنطقه هذه. هذه المنطقه هذه اللي تحت. وانا كل عبالي فوق. صدق. أيوة. لا اللي فوق اذا نزلت الكرسي راح يشتغل فوق. انا قاعد العب من تقريبا 93 حديد. إيه؟ يعني توني اليوم اتعلم على جديد. إيه؟ منك. إيه؟ طول عمر عبالي ان هذا حق فوق. لا هي حق تحت، لان انت على حسب قدك الكرسي. ممكن تنزل كرسي راح يشغل فوق. فانت تفضل ان احنا هيك قاعد نشتغل عضله السفلية اللي تحت. حلو. زين طارق، يعني انت عارف كل تمرين وكل جهاز وكل نقدر نقول تكنيك معين لابد يكون فيه سلبيات وايجابيات. شنو ممكن من الاصابات والسلبيات اللي تصير في مثل هذا الجهاز للاعب وليش تصير؟ انت تتكلم على الجهاز هذا ولا عامة يعني؟ خلينا نقول الجهاز هذا. الجهاز. لا خلينا نشرح عليه. ما في اصابات طول ما انت تلعب. مو من الجهاز. نعم. من الشخص نفسه اتكلم. اكيد. طول ما الشخص نفسه يلعب بطريقه صحيحه، ما يحط اوزان فوق طاقته ويلعب بطريقه صحيحه، ما تحوش الاصابات. هذه شغله. الشغله الثانيه، اكيد اللاعب لما يتمرن اي تمرين لازم يسخن. قبل لازم عمليه الاحماء. ممكن على الكارديو، ممكن على
القاري او السلم اي ياخذ الدامبل صغار شيء يطقطق فيه ويحرك عضلاته شوي يقدر يحرك العقله يتعلق شوي بالعقله نعم وايد احب العقله انا يقدر يحرك العقله شوي كثر وايد احب العقله انا ف ما طولها يا اخوك لا الحين في سلم حقها زين شوي معود هناك الصلصات تنقسم قسمين صلصات ملغومة وصلصات صحية الصلصات الصحية اللي ما فيها سعرات حرارية وايد وما فيها صوديوم عالي وما فيها سكريات عالية اللي هي الكاتشب الماسترد الباربيكيو الليمون الخل الهاني ماسترد ما في مانع أيضا من استخدامه هذه كلها أمور صحية ما في مانع من استخدامها حتى لو بكميات كبيرة حتى حق الرياضيين اللي يبون ينشفون اللي دقيق شوية ممكن يستخدم الكاتشب اللي مكتوب عليه less sugar في شكر أقل أصلاً الكاتشب فيه سكر قليل بس اللي يبي بعد يقلل الشكر في موجود الأوبشن اللي هو أقل سكر أما الصلصات اللي إحنا نخاف منها اللي هي الصلصات الكريمة الكريمية شوية اللي تيكم لونها برتقالي أو أبيض أو أصفر اللي هي مثلاً الرانش السيزر الثاوزن آيلند الشيبوتلي هذولا ليكم مثقال هذه القفشة الكبيرة الوحدة فيها من 100 إلى 120 سعرة حرارية القفشة الوحدة أما الكاتشب والماسترد والباربيكيو القفشة الوحدة فيها من 25 إلى 35 سعرة حرارية لذلك الحل بالصلصات الثقيلة أنكم تأخذون الصلصات اللايت اللي بدال ما يكون القفشة الوحدة فيها 100 سعرة ففيها 50% من عدد السعرات يعني 50 سعرة حرارية أو ممكن إنه يأخذ الفات فري مرة واحدة اللي فيها 25 سعرة حرارية بس ما أنصحكم بالفات فري لأن طعمها مو حلو وأهم شيء إن الواحد يتلذذ ويتنطع بالأكل. موضوع الثاني بالنسبة حق الصلصات مستوى الصوديوم كمية الصوديوم دائما أحرص إن القفشة الواحدة تحتوي على أقل من 200 ميلي جرام من الصوديوم اللي يحتاجه الإنسان باليوم الواحد حتى لا تكون الصلصات ثقيلة جدا. انا ترى الاوزان مو عجبتني بس ترى مو راحه اي لا مو عجبتني الاوزان زين كم نبي كم نبي جاي يدلع كم نبي قول لي حط له 10 حط له 10 لا راح ازيد هذه 10 هذه 5 فوق 10 اي لا شيل 5 حط 10 اوكي اي يلا خالد يلا خالد زين التمرين هذا كم جوله تحب تلعبها راح العب انا 4 جولات كم نقدر نقول كم ريبس كم طقه يعني نقول من 10 ل 12 ل 15 طقه ما نزيد على 15 شلون نعرف ان اللاعب يحتاج 15 او 12 او 10 دائما انا بالنسبه لي التكنيك اخليه من 12 ل 15 يعني عشان حتى اللاعب يحس بتاثير التمرين حتى بقوه التمرين والدم واصل العضله الدم حقيقة. يوصل هذه هي حلو والجهاز هذا بس فيها المسكه هذه ولا في مسكه ثانيه لا في كذا مسكه في المسكه كذي في على حسب انت الكابتن. الزاويه اللي تبيها والكابتن شنو يبي والكابتن طارق الشخص اليوم يبي كذي كيف عاد يا جماعه انا ما لا شغل. الزاويه اللي احنا نحتاجها راح نلعب عليها حلو يلا خالد حلو روح يا الوحش ما شاء الله عليك روح شد عليه اسحب ارعى صوره شد واحد الله عليك اثنين دائما روح صدرك لا يرجع وايد حلو وايد حلو وايد تمام تعال تعال قاسم تعال تعال هني أبيك تشوف البيو شلون اللاعب كمال أجسام يعاني تعال عندي هني تعال عندي هني ارعى صورة شوفه شوفه شدوه شوف شلون الواحد يتعب بالوزن عباله منه والله حديد ويلا مع السلامة وسهالة ترى كلش مسهالة فيه تكنيك فيه أمور كثيرة بعد 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 فيها بعد النوم الأكل أشياء ما تخلص عشان الواحد يطلع بشكل حلو ومرتب أوكي. ويحافظ على جسمه السيارة نوديها الوكالة نسويها سيرفيس الجسم أيضا محتاج سيرفيس الحلقة الجاية كمل معاكم مشوارنا في برنامج مستر مصز والبطل طارق الشخص والبطل الإماراتي أيضا خالد حسني في أمان الله